السادة المشاركين من أوغندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، مرحب بحضراتكم جميعا ومنورين مصر. الحقيقة أنه وأنتوا موجودين عندنا في مصر، الواحد بيشعر أنه ده واجبنا، ومش عايزين نربط الحكاية بفكرة حوض النيل ودول حوض النيل، إنما اتعلمنا من الزعيم الخالد الراحل جمال عبد الناصر إنه مصر عندها ثلاث دوائر مهمة، دائرتها العربية ودائرتها الإفريقية ودائرتها الإسلامية. ده اللي علمه لنا أو تعلمناه من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأعتقد أنه الحركة على مستوى الثلاث دوائر شهدت في 30 سنة من حكم مبارك خفوت شديد جدا للدور المصري، سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو حتى على مستوى العالم الإسلامي، وحتى في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين فترة وجودهم في البرلمان ثم وجود ممثل ليهم في الرئاسة ما كانش الوضع على ما يرام. وتابعته يمكن حضراتكم، كانت كان المؤتمر اللي على الهوا ده كان فضيحة يعني بجلاجل، ما اعتقدش انه حد ممكن ينساها ولا من المصريين ولا حتى من اشقائنا في الدول الافريقية. اعتقد انه اللي بتعمله وزارة الشباب هو جزء من توجه الحكومة المصرية نحو استعادة الدور الطبيعي لمصر في وسط اشقائها من الافارقة، ومش عايزين نشوف الموضوع زي ما أنا قلت في البداية في حدود مسألة حوض النيل، ولا حتى في حدود ما يتم الحديث عنه منذ عدة أشهر حوالين نهر النيل وغيره، إنما المسألة أبعد من كده، هو إزاي نقدر نستعيد علاقتنا ببعض، لأنه الحقيقة إحنا بنتكلم عن مصير واحد لكل القرن الإفريقي زي ما بنقول. أعتقد أنه وإحنا بنواجه كل سياسات الاستعمارية اللي ما بقتش بشكلها القديم، دخول جيوش واحتلال الدول، أعتقد أنه بقى ليها أشكال مختلفة. أعتقد أن إحنا مهم في هذا التوقيت نبقى عارفين أن إحنا مصيرنا أقرب لبعض، ومشاكلنا وقضايانا وهمومنا أقرب لبعض، وبالتالي ملناش غير بعض في الآخر. مش هطول لأنه في الآخر أنا كلمتي مش كلمة متخصصة، أعتقد أنه مهم تسمعوا أكتر للقاءات المتخصصة لحضراتكم أو المعدة لحضراتكم. بشكركم منورين مصر مرة تانية، وبرحب بيكم، وإحنا تحت أمركم موجودين طول الوقت، هتلاقونا معاكم، كل قيادات الوزارة موجودة، وأي حاجة تحتاجوها هتلاقونا موجودين. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.